الناس الطبيعية بتولد فين؟ في المستشفيات الطبيعي، بس كلنا عارفين إن أحياناً الدنيا ما بتمشيش زي ما متخطط لها، وبنشوف مشاهد سواء في التلفزيون أو الواقع عن عمليات ولادة في أماكن غريبة جداً، في عربية، في طيارة، في الشارع، على السلم. بس عمرك تخيلت إيه اللي هيحصل لو واحدة ولدت في الفضاء؟ بالسؤال دوت اسمحوا لي أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج ماذا لو؟ برنامج العلوم اللي بنجاوب فيه عن الأسئلة الوجودية اللي ممكن تكون جات على بالكم أو حتى ما فكرتوش فيها، وهتلاقوا إجابتها بس عندنا. قبل ما حد يولد في الفضاء عايزين نعرف هل في ناس في الفضاء اصلا. طبقا لموقع How many people are in space right now بيقول لك ان في 13 شخص موجودين دلوقتي في الفضاء، تقدر تعرف اسمائهم وجنسياتهم وبقالهم قد ايه بره كوكب الارض. من ساعه ما يوري جاجارين كان اول شخص يسافر الفضاء من 61 سنه، وتحديدا اخر 20 سنه والبشر رحلاتهم ما انقطعتش عن الكوكب رايحين جايين. طبعا رحلاتهم ديت مش سهله ومش متكرره ولا بتكون بافواج واعداد كبيره، يا دوب بس نقدر نقول ان مئات من الناس هم اللي قدروا يسافروا خلال ال 61 سنه دول. وفي اللحظه اللي انا وانت قاعدين فيها مع مليارات البشر على كوكب الارض، في 13 شخص قاعدين دلوقتي في الفضاء. لكن الشيء المشترك بيننا كلنا ان مهما كان عدد الاشخاص اللي سافروا الفضاء، هو اننا كلنا اتولدنا على كوكب الارض. بس ثانيه كده، لو فكرتوا فيها شويه هتلاقوا ان كوكب الارض ما هو الا تجمع من المواد المختلفه المتماسكه مع بعضها بفعل الجاذبيه. وهي في الحقيقه موجوده فين؟ في الفضاء. يعني كلنا تقنيا مولودين في الفضاء. بس احنا مش هنتزاكى وهنتعرف مع بعض على علاقتنا كبشر بالفضاء الخارجي. الفضاء الخارجي بيبعد عنك بالظبط مسافة 62 ميل، يعني حوالي 100,000 متر فوق راسك. عند المسافة ديت بيكون الغلاف الجوي رقيق جدا، وعشان تقدر ترتفع طيارة مثلا وتتخطاه وتكون في الفضاء لازم تنطلق بسرعة كبيرة جدا بتساوي بالضبط السرعة المدارية. وعشان نفهم مع بعض ايه هي السرعة المدارية، عاوزك تتخيل معايا انك تجيب طوبة من على الأرض وتقوم رميها قدامك. هتقع فين؟ هتقع قدامك بشوية. طب لو مسكتها تاني وحدفتها بسرعة أعلى شوية، هتقع قدامك بشويتين. لو مسكتها بقى وحدفتها بالسرعة المدارية اللي بنتكلم عليها ديت، هتاخد مدار بيضاوي حوالين الأرض تلف فيه حواليها. وهو ده بالظبط اللي بيحصل لرواد الفضاء في محطات الفضاء، هم حرفيا بيقعوا بس مش بيقعوا. أكيد جزء كبير منكم عنده الاعتقاد الشائع إن رواد الفضاء اللي بيطيروا وبيتحركوا بحرية وكأن ما عندهمش وزن في مركباتهم الفضائية، ده عشان مفيش جاذبية خارج كوكب الأرض. ده اعتقاد شائع جدا بس هو غلط. الحقيقة إن في جاذبية، بل جاذبية كبيرة كمان، بتساوي 90% من الجاذبية اللي أنت متعرض لها دلوقتي وأنت بتتفرج على حلقتنا. يعني مثلا لو بنينا برج عالي جدا جدا وصل لحد المسافة اللي بتدور فيها محطات الفضاء الدولية بارتفاع 200 ميل أو 370 ألف متر، وأنت قررت تطلع على السطح بتاعه، مش هتطير ولا حاجة، هتتحرك وتمشي عادي جدا كأنك على سطح أي بناية تانية. بس الغريب إنك هتشوف محطة الفضاء قاعدة بتلف حوالين الأرض بسرعة خاطفة بتوصل لسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة. وقتها هتقدر تقول عليهم دول بيقعوا، لأنهم بيقعوا بس ما بيصطدموش بالأرض. فإنك تقول إن طواف رواد الفضاء في مركباتهم دوت لأنه مفيش جاذبية هو قول خاطئ، وهيكون صح لما تقول إنهم بيطوفوا لأن اللي بيشعروا بيه هو انعدام تسارع الجاذبية. تسارع الجاذبية شيء مؤلم لأن تأثير الجاذبية المقيد لينا وبنحسه على سطح الأرض هو شيء مفيد لينا، لأنه بيضمن نمونا بشكل صحيح وصحي. وعشان كده إحنا موجودين وعايشين على كوكب الأرض مش على أي كوكب تاني. عشان كده واقعياً لو في أشخاص قرروا إنهم يعيشوا فترة طويلة في الفضاء ويبنوا مستعمرات على كواكب تانية خارج الأرض، لازم يستخدموا تقنيات تساعد في محاكاة ظروف المعيشة هنا على سطح الأرض. فلحد الوقت اللي نقدر نصنع فيه مستقطبات للجاذبية ونقدر نولد جاذبية أرضية مثالية وقابلة للتنفيذ، مهم إننا نفهم تأثير انعدام الوزن على تركيبنا البيولوجي وحاجات تانية فينا. على سبيل المثال، في بيئة جاذبيتها تساوي صفر، الهواء السخن ما يقدرش يرتفع، فشكل لهب الشمعة مثلاً مش هيكون ممطوط زي ما احنا بنشوفه، بل هيكون على شكل كورة مستديرة من الغاز الساخن وبس. الحقيقة ان ما عندناش اي علامات متفائلة تقول اننا هنقدر نعمل اطفال في الفضاء. في معلومة كمان عارفينها عن الاطفال داخل امهاتهم الحوامل في الفضاء، تتعلق بتطور الجهاز الدهليزي. الجهاز دوت هو القنوات الموجودة داخل الأذن الداخلية، واللي بتستخدم تدفق السائل داخلها عشان تحدد الحركة والاتجاه العلوي من السفلي والاتزان. السائل دوت في بيئات جاذبيتها صفر بيكون بيطفو بس، حائر ملوش اتجاهات واضحة، وده ممكن يؤدي لدوار الحركة وأوهام بصرية وارتباك، ودي متلازمة بيعانوا منها 50% من رواد الفضاء، اسمها متلازمة التكيف مع الفضاء. ارتباك الحركة ممكن يسبب تقيؤ وشعور بالغثيان وشعور بالدوار عشان تلحق تعدل نفسك. ومن المعروف ان دوار الحركه اللي بينتج عن تشوش بسبب التسارع مشابه في تاثيراته للتاثيرات الناتجه عن تناول نباتات سامه اللي القيء بيكون هو منقذ حياتك فيها.
إناث الجرذان الحوامل اللي أخدوه على الفضاء عشان يولدوا هناك خلفوا جرذان بتعاني من تحديد الاتجاهات على الأرض، وعندهم صعوبة في تعديل وضعيتهم لو رميتهم في المية عكس الجرذان الصغيرة المولودة على الأرض. صحيح إنها عندها تكيف أكبر مع الظروف اللي ما فيهاش جاذبية، بس ده خبر صغير سعيد مقارنة بالأخبار التانية الكتير الغير سعيدة. مش بس السائل الدهليزي هو اللي بيتأثر ببيئة جاذبيتها صفر، بل كل السوائل تقريباً. على سطح الأرض الجاذبية بتسحب كل السوائل ديت لأسفل، لكن في المدار الفضائي السوائل ديت بتكون حرة لدرجة إنها ممكن تتوزع بالتساوي، وده اللي بيخلي رواد الفضاء مشهورين بأرجلهم اللي شبه أرجل الطيور وشوشهم المنتفخ. دي مشكلة مش لطيفة من ناحية الجمال بس مش ألطف لو عرفت إن السوائل المتوزعة في غير أماكنها ديت ممكن تعرض رؤيتك للخطر. من أصل 27 رائد فضاء تمت دراستهم بعد رحلات فضائية طويلة، 9 منهم كان عندهم سوائل زايدة حول العصب البصري، و6 منهم حصل تسطيح لمقلة العين من الخلف بسبب ضغط السوائل، و4 منهم كان عندهم تورم في العصب البصري. السوائل الكتيرة اللي بتكون موجودة في الدماغ ديت بتضلل عقلك وبتقنعه إن جسمك كله فيه سوائل زايدة، فبتظهر مشكلة تانية عند رواد الفضاء إن جسمهم بينتج كميات أقل من الدم لدرجة ممكن توصل إنهم يخسروا 22% من إجمالي الدم الموجود في جسمهم، وكنتيجة طبيعية هيكونوا عندهم عضلات قلب ضعيفة وفيها ضمور، لأن القلب ما بقاش يحتاج ينبض بنفس السرعة ونفس القوة. نرجع لعملية تكوين طفل واللي اتفقنا انها تكون عملية صعبة بسبب الظروف الصعبة لعملية التزاوج انها تتم. لو تغلب الزوجين على الصعاب ديت وقدروا انهم يخصبوا بويضة الام بحيوان منوي، العلماء لسه لحد اللحظة ديت ما يعرفوش ايه اللي ممكن الفضاء الخارجي يعمله في رحم ست حامل. وطبعا عملية الطلق اثناء الولادة هتكون اصعب بمراحل مما هي صعبة طبيعيا، لان مفيش جاذبية بتدفع الطفل اللي جوه الرحم انه يطلع، فحرفيا عملية الولادة ممكن تستمر الايام. ولو افترضنا ان الطفل وصل للفضاء بالسلامة، الفضاء هيؤثر على كل اجهزته، اولهم البناء العضلي والبصر، وهيكون صعب التنبؤ بتطور عظامه، لان اللي نعرفه عن رواد الفضاء اللي سافروا ان عظمهم كان بيستنزف بمعدل 1% كل شهر، فما بالك بطفل لسه عايز يكون كتلة عظمية. ولان الحركة في الفضاء سهلة للغاية، جسمه مش هيحتاج يبني عضلات قوية، فالرواد نفسهم بيخسروا عضلات، والطريقة الوحيدة اللي يقدروا يحافظوا فيها على كتلة عضلاتهم هي انهم يمشوا على تريدميل او مشاية كهرباء كل يوم، وطبعا احنا مش هنقدر نخلي طفل لسه مولود يعمل كده. الأشعة اللي في الفضاء كمان ممكن تزود معدل الإصابة بالسرطان وفشل في وظائف القلب والجهاز العصبي. لو الطفل قدر ينجو من كل دوت وكبر وقدر يعمل رحلة تانية عشان يزور كوكب الأرض، الحقيقة إنه مش هيقدر يمشي أو يقف بشكل متوازن أصلاً. ده غير المعاناة النفسية في التواصل مع البشر، لأن في المحطات الفضائية المساحة بتكون ضيقة جداً وعدد البشر محدود، فالرجوع لكوكب فيه مليارات ومساحات شاسعة هو تقريباً شيء أشبه بالكابوس. ممكن يكون حديثنا عن الفضاء حطم شوية من أحلامك، وممكن تكون بتفكر في حل أبسط. خلاص بلاش نولد بشر في الفضاء الشاسع داخل مركبات فضائية ضيقة، خلينا نفكر في كوكب نستقر فيه ونعيش ونتكاثر. عمرك فكرت هيحصل إيه لو البشر قرروا يعيشوا ويخلفوا أطفال في المريخ ويبدأوا في بناء مستعمرات حقيقية هناك؟ كم عدد الأشخاص البشريين اللي احنا محتاجينهم عشان نبدأ نكون ذرية خاصة بينا هناك على سطح كوكب المريخ؟ البعض بيقول إننا على الأقل محتاجين 98 شخص، بس في بعض آخر شايف إن لا، ده على الأقل عشان نكون ذريتنا هناك محتاجين نكون 10,000 شخص. صحيح المريخ هو أقرب كوكب شبيه بالأرض في النظام الشمسي، لكن ده مش معناه إنه مطابق ليه تماماً. الجاذبية والمجال المغناطيسي والغلاف الجوي هو التحديات الأكبر للبشريين على سطح المريخ، بس احنا عارفين إن التحديات معناها تطور أكتر وتأقلم أكتر. الأطفال على كوكب الأرض بيتولدوا وهم عندهم حوالي 120 تغير جيني بسبب مزج كروموزومات الأبوين، فلو أخذنا الأطفال دولا على كوكب المريخ هيبدأوا يعملوا تغيرات جينية تانية للتأقلم مع الحياة المريخية، ومن الطبيعي التوقع إن التغيرات ديت هيبدأوا برضو يتوارثوها جينيا أجيال وراء أجيال. وفي توقعات بتقول إن كل ما عشنا أطول على سطح المريخ وراقبنا طفراتنا وتغيراتنا هنكون قادرين إننا نتحكم في طفراتنا ديت، ولو حصل تطور سريع على سطح الأرض أكيد التطور على سطح المريخ هيكون أسرع. فتخيل معايا لو كنت اتولدت في الجيل الثالث أو الرابع من المريخيين اللي استعمروا المريخ، تأكد إن شكلك هيكون مختلف تماماً عن شكلك حالياً كشخص أرضي. فخلينا نسأل السؤال المهم دوت، إيه اللي بيخلينا نتغير كده أصلاً؟ أولاً في الجاذبية، المريخ عنده ثلث جاذبية الأرض، فعظامك مش هتواجه نفس القوة اللي بتواجهها على سطح الأرض، فيخسروا كثافتهم واحدة واحدة ويكونوا هشين أكتر، وكسرهم هيكون مشكلة شائعة ومتكررة. ثانياً في الغلاف الجوي، على كوكب الأرض إحنا عندنا غلاف جوي سميك شوية ومكون بنسبة كبيرة من النيتروجين والأكسجين، لكن على المريخ هتكون معرض لغلاف جوي أرفع بكتير وبيحتوي أغلبه على ثاني أكسيد الكربون وبالكاد يحتوي على أكسجين، وده هيخلي تطور الجهاز التنفسي صعب،
لكن ممكن نتأقلم مع قلة الأكسجين ديت بطريقة تانية، وهي إن أوعيتنا الدموية تكون أوسع وأسمك عشان تكون أكثر كفاءة في حمل الأكسجين وتوصيله للجسم. ولسه برضه هتكون مضطر تعيش تحت الأرض أو في بيوت معزولة بشكل قوي عشان تقدر تتجاوز الأجواء الصعبة والقاسية على المريخ. مادام فتحنا الموضوع البيوت بقى، فلازم نتوقع إن البيوت في المريخ هتكون صغيرة ومحدودة برضه، فده هيؤثر على بصر المريخيين وهيخلي الطبيعي بتاعهم إن عندهم قصر نظر، لأنهم مش عايشين في مساحات واسعة ولا متاح لهم الانطلاق في الهواء الطلق. وأخيراً عندنا الإشعاعات. كوكب الأرض مجاله المغناطيسي قوي جداً، وده بيحمينا من الأشعة الشمسية الضارة، على عكس المريخ اللي مجاله المغناطيسي ضعيف. على سطح الأرض جسمنا بينتج الميلانين، وده بيحمينا من الأشعة الشمسية اللي بتوصل لنا حتى مع وجود مجال مغناطيسي، لكن الأشعة على المريخ هتكون أقوى بمراحل، والميلانين لوحده مش هيقدر يحمينا منها، وده اللي هيخلي أجسامنا تنتج كورتينويد، وده هيحمينا من الإصابة بأمراض الجلد عن طريق وقف دورة الخلية بشكل بطيء، وممكن تخلي الخلايا بتاعة الميلانين تقتل نفسها بنفسها. والمادة ديت موجودة في الجزر، وهي سبب في لونه البرتقاني القوي والحيوي دوت، وده معناه إن جلدك كمان هيبقى لونه برتقاني. طب هل بعد كل دوت نقدر نزور كوكب الأرض لو حبيت تزور جدتك أو حاجة؟ الأرض هتكون مكان خطير جدا على المريخيين، لأن فيها أنواع بكتيريا وفيروسات مش موجودة على المريخ، فمناعة المريخي ضعيفة طبيعيا. ولو انت تغلبت على عقبة المناعة، جاذبية الأرض هتكون تقيلة جدا على عظامك اللي احنا لسه قايلين انها هشة. فالأرجح انك هتفضل في المريخ لو اتولدت في المريخ. أغنية فيها حاجة حلوة كده تقريبا يا صاحبي، ما كانتش مكتوبة لمصر بس، هي تقريبا كانت مكتوبة عن كوكب الأرض كله، لأننا زي ما شفنا مجرد اختلاف مكان الولادة بس كان زمان حالنا غير الحال. سواء اتولدنا في الفضاء ولا على المريخ، رجوعنا للأرض كان هيكون محال، وساعتها ما كنتش هتعرف تشوف الحلقات الجاية من برنامج ماذا لو.